أهلا بكم من جديد. نبدأ ساعتنا الثانية على هامش الدورة الثانية والثلاثين من حفل توزيع الجوائز التي يقررها المشاهدون الأطفال في كل من السينما، التلفزيون وكذلك الموسيقى. التقينا بالممثل المصري الذي يشق طريقه إلى العالمية مينا مسعود، وهو الذي استقرت عليه شركة ديزني ليؤدي دور علاء الدين في النسخة الواقعية للفيلم الذي سيبصر النور نهاية الشهر المقبل. تقرير لزميل رافي بوغصيان، نتابع. العام 2016 كلفت شركة ديزني المخرج جاي ريتشي تنفيذ فيلم حركة حي يشكل عادة لفيلم علاء الدين الكرتوني الذي صدر العام 1992 وجنى أكثر من 500 مليون دولار في شباك التذاكر. أما علاء الدين هو الكندي المصري مينا مسعود. ويل إنسان جميل جدا، ويعني أنا انبسطت جدا اللي أنا اشتغلت معاه، وهتشوفوا يعني هتشوفوا الكيمستري في الفيلم نفسه وإن شاء الله تحبوه يعني. فتح المصري رامي مالك بفوزه بالأوسكار هذا العام الطريق أمام العرب الحالمين بهوليوود، ورغم أن دوره كعلاء الدين سيكون الأهم في مسيرته، لكن لمسعود أعمال سابقة ناجحة منها أداؤه في مسلسل نيكيتا. أنا دلوقتي I think اللي عايزين نشوف حكايات زي كده، والممثلين العرب والممثلين المصريين يعملوا أفلام كده ويعملوا أفلام عادية يعني زي ما رامي عمل كده، وكلنا نحب بعض ونشوف بعض بطريقة كويسة. ترتكز أسطورة علاء الدين إلى المجموعة القصصية ألف ليلة وليلة، ويقال إن المستشرق الفرنسي الذي ألف الكتابة سمع قصة علاء الدين الشرقي أوسطية من حكواتي في حلب، ما يعني أن اختيار المصري مينا مسعود لأداء البطولة عودة ضمنية لأصل القصة العربي في كثير من جوانبه. رافي بوغصيان، العربية، هوليوود.